صباح الخير البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتو؟ كلشي مزيان؟ صحيحتكم مزيانه؟ انا كيف وعدتكم انني غنشارك معكم اليوميات ديالي. انا بديت معكم من الصباح، من الفطور، من اللي حطيت الفطور. انا كنفطر انا ومامتي والمراه اللي معايا في الدار، فطور عادي كيف كيفطروا كاع المغاربه، الزيتون، الزيت البلديه، عسيله، فرماج، الزبده بلديه. ما بقاتش سالات لنا، المراه كتموت على الزبده بلديه. عندنا خبيز ديال الزرع، انا ضروري نفطر بخبيز ديال الزرع، ما عنديش مع الخبز ديال الزنق، كيعجبني نفطر خبيز ديال الزرع. ايوا فطوركم بصحتكم، فطوركم وخليوني نفطر وعاد نكمل معكم الضياف اللي غيجيو عندي. وشنو غندير ليهم؟ ها هو الدجاج البنات اللي عمرت البارح وصوتو، انا دابا كنحطو. ايوا الدجاج راه طريقه وحده باش كيحطوه المغاربه كلهم. ندير فوقو البيض والزيتون والحامض مصير. ايوا ها هو دابا التبصيل النهائي، النهايه هادي. يلا تقولوا لي، تقولوا لي رايكم التقديم ديالي اختي انا واختي حفيظه. ها هي الشعريه اختي مفوره بالحليب. هذا درت التبصيل، درت فيه غير هذا اللوز مهرمش واللوز حي والقرفه والسكر، وهذا درت فيه الاناناس والقرقاع واللوز، وخلاص مرمرته في السكر قاسي والزبده. وهذا المكان. يلا تقولوا لي رايكم وعطوني لي كومونتير ديالكم. جاتكم غدي صافي البنات، هذه الشعريه مفوره اللي قلت لكم درتها بالحليب. درت جوج طباصل حيت بنتي ما كتبغيش القرفه، درت واحد بالقرفه واللوز، واحد ما درتش فيه القرفه، درت فيه غير الاناناس والقرقاع. ايوا موراها كاين الديسير، الديسير خلاص راه ضروري، حنا مغاربه ضروري من الديسير، الا ما كانش الديسير ما كاين حتى شي حاجه عندنا في الطبله. وكنتمنى هذا الشيء اللي حطيت لكم يعجبكم، وقولوا لي الاراء ديالكم وهذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. ومن موراها درنا قهيوه مع الحلوه، درنا ودوزنا واحد اللايف واخا ما كهضرتش فيه بزاف. هذا مكان، يلا باي باي عليكم البنات، تهلاو في راسكم.